أما بالنسبة لأخبار المحافظات، ففي محافظة المنوفية تم توفير 40,000 فرصة عمل في المنطقة الصناعية بأوسنا. في أسوان تم الانتهاء من 16 مشروع في قرية المحاميد بنسبة 100% ضمن مبادرة حياة كريمة. وكمان في قنا تم الانتهاء من حصر احتياجات المواطنين لبدء المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وفي كفر الشيخ تم الانتهاء من مشروعات المجمعات الحكومية بقيمة 46.5 مليون جنيه. خلينا نتابع تفاصيل أكتر عن المحافظات في التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في المنوفية أكدت إدارة المنطقة الصناعية في مدينة أوسنا إن المنطقة تم إنشائها على 4 مراحل، وبلغت مساحة كل مرحلة متوسط 100 فدان، مما يجعل المساحة الإجمالية للمنطقة 400 فدان لجميع المراحل الأربعة، بتوفر أكثر من 40,000 فرصة عمل. فأسوان بتشهد المحافظة تنفيذ 24 مشروع بقرية الحجز قبل المحاميد بمركز إدفو، وده ضمن مشروعات مبادرة حياة كريمة، وتم الانتهاء من 16 مشروع بنسبة 100%، وبتشمل مشروعات إنشاء مجمع الخدمات ووحدة الإسعاف ومكتب البريد ونقطة الشرطة، بجانب إنشاء مركز شباب المحاميد ومركز شباب النصرب، بالإضافة لمشروعات تطوير ورفع كفاءة 4 مدارس. في سوهاج أعلنت مديرية الطب البيطري الانتهاء من تسليم عدد من رؤوس الأغنام للمستفيدين بقرى مركز المراغة بعد الكشف الظاهري على الأغنام قبل تسليمها لضمان خلوها من الأمراض المختلفة ومطابقتها لمواصفات التوريد، وبيأتي ده في إطار مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري، وفي إطار العمل التشاركي مع كافة هيئات ومؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني. في قنا أعلنت المحافظة الانتهاء من حصر كافة احتياجات ومطالب المواطنين بمركزي قنا ونجع حمادي، وأيضاً إعداد خطة تنموية متكاملة في كافة القطاعات الخدمية وقطاعات المرافق المطلوبة للمركزين، تمهيداً لبدء دخول المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة. في الدقهلية أكدت الإدارة العامة لطب الأسنان أنه نحو 24,727 مواطن استفادوا من خدمات أقسام وعيادات أسنان بمختلف المستشفيات والوحدات التابعة خلال الشهر الماضي، وده وسط حالة من الالتزام التام باشتراطات مكافحة العدوى حفاظاً على صحة الأطباء والمواطنين. في الشرقية أعلنت المحافظة تنفيذ 19,180 مشروع ضمن مبادرة برنامج مشروعك بتكلفة 3,207,603 جنيه، وتم توفير 56,239 فرصة عمل للشباب منذ انطلاق المبادرة في 2015 حتى 17 مارس الجاري، وده لتشجيع الشباب على إقامة العديد من المشروعات وتعزيز ثقافة العمل الحر. في القليوبية أكدت مديرية الصحة أنه تم الكشف على 4,200 مريض بالعيادات الخارجية شهرياً بمستشفى حميات طوخ بالطريق الزراعي، مع تقديم كل الخدمات العلاجية والطبية لجميع المرضى بالمستشفى على أكمل وجه، وحيث يتم متابعة نظام أداء تقديم الخدمة الطبية والعلاجية للمرضى ومدى كفاءة تشغيل كل الأقسام الطبية داخل المستشفى حتى يحظى كل مريض بخدمة طبية وعلاجية متميزة. في كفر الشيخ أعلنت المحافظة الانتهاء من مشروعات المجمعات الحكومية بخمس قرى بمركز مطوبس، هي منية المرشد، برمبال، البصرات، الجزيرة الخضراء، وبني بكر، وده ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري، وبلغت تكلفة هذه المجمعات 46.5 مليون جنيه، وبتضم العديد من الخدمات الحكومية المتنوعة، منها خدمات الإدارة المحلية وخدمات البريد وخدمات التضامن الاجتماعي، وجاري التجهيز لخدمات السجل المدني والشهر العقاري والتموين.